ومنو؟ أنا من ياسا. والنعم. أنا عندي ابني، عندي 3 أولاد، يعني تعيين ماك، شغل ماك، شوية واقفة. يعني هاي شلون الحالة؟ هاي المرة قبلك مشيرين سمعتي ايش تقول؟ ابنها مهندس يشتغل عمالة. هي كلها هيك كلها هيك، بس هم شوية رعاية يعني لا تعطيهم حتى لو 250 بالشهر هم صحيح؟ بس اريد المرور. فكت يعني لها تاخذون الرقم مالتي. بس توصل شنو ممكن تساعدك؟ رعاية وكذا. ايوه عمود الاولاد. تفضلي ماما. هلا هلا يا ماما. فدوى اروح لك بعد فدوى اروح لك. منو؟ ام احمد انا. ابني بالحشد وصوب وظل قاعد رجليه الثنين بلاطين وراد يرجع ما رجعوه. ما تصوب على مود والله العظيم دي والله العظيم سا مرة كان صوب طقت عليها المسطرة ورجليه الثنين بالحشد كان حماية يعني شقل لك وهسه قاعد وعده جهال لا راتب ولا هال يوم عمالة قوة يسحل برجليه والله بالليل هيك رجليه ظل أنا رعشت وعده بنت حالتها تعبانة كلهم قاعدين والله وش اقول لك العالم تعاونهم اي حالته حيل تعبان حتى البيت يريد يوقع عليه احنا لا والله ماكو راتب ما قدمتي على الرعايه ثلاثتهم قاعدين ولدي ماكو والله العظيم ثلاثتهم ما قدمتي على الرعايه يقولون كذا بذبون المعامله وهاي وكل شيء ماكو لان انا عندي حمات معوقه هسه قدمت على مال الرعايه وهم كل شيء ماكو والله العظيم قالوا له اعطينا مليون ونطلع لك الهويه وخذوا المليون وكل شيء ما طلعوا له اي مليون واسطه مرة لاقيتها قايلة لها أنا أمشي لك معاملتك مطية مليون وكل شيء ماكو